مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكل حضراتكم. أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن أسفها ورفضها التام لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، هذا بعدما تقدمت الجزائر نيابة عن المجموعة العربية بقرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن استخدمت أمريكا كعادتها حق الفيتو وتم رفض هذا القرار. مزيد من التفاصيل والتعليق على هذا الأمر ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير جمال بيومي، وزير مساعد وزير خارجية مصر الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك، برحب بك. سيادة السفير، يعني كما نعلم دوام عجز مجلس الأمن عن التصرف أو إصدار هذه القرارات، ولكن يجب أن أسألك عن قراءتك لهذا القرار، هل كنت متوقع أن يصدر مجلس الأمن هذا القرار أو حتى قرار مختلف؟ هو مرض مزمن في مجلس الأمن التصويت في الأمم المتحدة، حيث مجلس الأمن فيه 5 دول دائمة العضوية ودائمة الصداع في استخدام حق الاعتراض الذي يصل الأمن. 13 دولة عيادة القرار، ودولة واحدة امتنعت ودولة واحدة اعترضت، فإذا بالقرار نفس الشيء حدث أيام إعادة التجديد للكتاب بطرس غالي سكرتير عام الأمم المتحدة، فإن 14 دولة أيادتنا ثم رفضت في الولايات المتحدة خلل في النظام الدولي، وكلنا نطالب بتغييره، لكن طبعا لن تتخلى الدول دائمة العضوية عن هذه فهناك مشكلة. لكن يكفي ويكفينا يعني لدعم الشرعية الفلسطينية ودعم قضيتنا أن هذا القرار وافقت عليه 13 دولة، فبالتالي حتى وإن لم يصدر ولم تكن له شرعية معينة كان يمثل ضغط قانوني وأدبي كبير على العدوان الإسرائيلي. فدعونا نستمر في هذا، ونحن قبل أن نذهب إلى المجلس كنا نعلم أن الولايات المتحدة سوف تفوض للفيتو، ومع ذلك ذهبنا وغمرنا بهذه الخطوة. الآن نحرج الولايات المتحدة أنها تفوض ضد قرار بوقف القتال قمة النفاق السياسي والاجتماعي، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تواجهنا في أي مجلس أو في أي اجتماع. ولكن سيادة السفير، يعني اللهجة الأمريكية كانت ربما تغيرت في الآونة الأخيرة، وكانت أيضا تقول أنه يجب إيصال على الأقل المساعدات إلى الأشقاء في غزة. أي دبلوماسية تستخدمها أمريكا لكي تقول هذه الكلمات وبالفعل تتقدم بالفيتو إلى مجلس الأمن؟ هي دبلوماسية ذات وجهين، وتتأرجح بين يعني اهتمامين، أحدهما شجاع الأمام وأحدهما شجاع السجن. الاهتمامين واحد منهم أن إسرائيل ولد في غزة لكي تكون عسكري مرور في المنطقة وتؤمن مصالح الولايات المتحدة، وشركة البترول أيام ما كنا بنبيعه 2 دولار وعطى لتأديب من عصر. الجانب الآخر مش قادر تواجه التزاماتها الدولية، التزاماتها تجاه شعوبها، لأن حتى من بين عقلاء الولايات المتحدة بل من عقلاء يهود العالم من يقول ان هذه الحرب غبيه وما ليست في صالح اسرائيل، وسياتي يوم من الايام تصبح كل ما تشير اسرائيل عباره عن بيوت اشباح كما وصفت الايكونومي، لان لا يوجد عدد من اليهود يكفي للاستيلاء على كل هذه الاراضي او يكفي لملء الفراغات التي هي موجوده في هذه المستعمرات. من جانبنا على كل حال نحن ندعم الصمود الفلسطيني، وباذن الله سلاحنا الذي لن يقهر هو الصمود العربي والصمود الفلسطيني رغم التكلفه الفادحه واشهداء الذين يتسقطون يوميا. سيادة السفير، بختم مع حضرتك بجلسة غدا في محكمة العدل الدولية، مصر من المقرر أن تتقدم بمذكرة تدين فيها إسرائيل. من وجهة نظر حضرتك، ما هو المسار الصحيح الذي يجب أن تنتهجه مصر من خلال تقديمها لهذه المذكرة؟ هل ستغير شيئا في المشهد؟ يعني أنا الحقيقة فخور بالدبلوماسية المصرية، ولم يحدث في تاريخ حياتنا، وأنا يعني أمضيت في الدبلوماسية الآن 64 عاما، لم يحدث أن عارض أحد السياسة المصرية أو انتقدها إلا واتبعها
بعد 50 سنة. أديك عشرات الأمثلة على هذا. وبالتالي فأنا مقتنع أن السياسة الخارجية المصرية تمسك الخطوط كلها في يدها، هي تذهب لتدين إسرائيل وتقدم الدليل على أنها دولة معتدية، وفي نفس الوقت نحن لدينا سفير في تل أبيب ليضمن لنا الاتصال الدائم مع إسرائيل، ونجحنا جزئيا لما أوقفنا القتال لمدة قبل كده أسبوع، وسنواصل الاتصال بكافة الأطراف سواء إسرائيل أو حماس، رغم أن لدينا تحفظات معلنة على حماس وخروج عن السلطة الفلسطينية، لكن في النهاية هي تحت المكان فيه إخوة لنا، ونريد أن نساعدهم على أن يبقوا على قيد الحياة وأن تنتقل الأرضية إلى ما لا يكون. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا هاتفيا. الشكر موصول لحضراتكم كل مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع على منصاته المختلفة على هذه المتابعة الطيبة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.